عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن أفضل دولة في اللجوء في أوروبا. طبعا دول أوروبا كلها تقدر تعمل فيها لجوء، سواء هولندا سواء ألمانيا سواء لوكسمبورغ، ولكن أفضل دولة في اللجوء يا جماعة هولندا. بمعنى هولندا بتقبل اللجوء لك، وخاصة دول الحروب يا جماعة، يعني زي اليمن، العراق، سوريا، فلسطين، بتضمن لك الحماية الكلية. هولندا بتضمن لك الحماية والعلاج وتعطيك مرتب شهري ولكن قليل جدا يا جماعة. أهم حاجة يا صاحبي إنك تدخل هولندا، سواء داخل من المطار وقدمت لجوء في ترانزيت هولندا، وسواء داخل تأشيرة سياحية تقدر تقدم لجوء، وسواء داخل من الدول الأوروبية المجاورة تقدر تقدم لجوء يا صاحبي في هولندا. هولندا يا صاحبي من أحسن الدول في أوروبا إنك تقدر تعمل لم الشمل، بمعنى إنك أنت لو دخلت بنفسك وقدمت لجوء تقدر تعمل لم الشمل لأهلك، للزوجة والأولاد. لكن يا صاحبي المساعدات في هولندا أقل من لوكسمبورغ وألمانيا، ولكن هولندا بتقبل اللجوء فوري يا جماعة، أحسن من لوكسمبورغ، بمعنى إنك أنت بتعمل أوراق بسرعة في هولندا، يعني الأوراق بتكون سريعة في تقديم اللجوء لك، وبتعطيك تصريح للعمل، وبتعطيك إقامة لجوء. طيب يا صاحبي لو أنت قدمت لجوء في هولندا وتم الرفض، إيه اللي بيحصل؟ بيعطوك ورقة يا صاحبي لازم تغادر الأراضي الهولندية، وأنت لازم تغادر فورا، ولكن أنت ما تسمعش الكلام وبتعيش أسود في البلد، ولكن بتقطع عنك المعونات الشهرية من الصليب الأحمر في هولندا. بمعنى هولندا مختلفة عن ألمانيا ولوكسمبورغ يا جماعة، بتقطع عليك الرواتب وتطرد من سكن اللاجئين، ولكن في ألمانيا الوضع مختلف، في ألمانيا بتفضل في السكن زي ما أنت، ولكن في هولندا أنت بتعيش أسود يا صاحبي، وبتقدر تشتغل بالأسود ولكن بتتبهدل. لو تم رفض اللجوء لك في هولندا بتعيش في الشارع زي ما بقول، تاخد بالك، يعني ما بتعرفش تستأجر بيت ولا بيكون معاك إقامة ولا بيكون معاك ورق، بتقدر بقى إيه تشتغل في المطاعم العربية وتتبهدل، ولكن رواتب قليلة جدا يا جماعة، خدت بالك، وتقدر تستأجر سكن باسم واحد مقيم، ولكن أنت بتعيش غير قانوني في هولندا. أنصحك إذا تم الرفض في هولندا حاول تغادر الأراضي الهولندية. نسبة الرفض لدول الحروب قليلة جدا جدا يا جماعة، بمعنى أن الدول اللي فيها حرب زي العراق، سوريا، اليمن، فلسطين، نسبة الرفض قليلة جدا يا جماعة، بيتم قبول اللجوء في هولندا. ولكن الدول ما فيهاش حروب، يعني انت وحظك، انت وحظك في اللجوء الانساني او اللجوء السياسي، ممكن يقبل اللجوء وممكن يتم الرفض اللجوء لك. لكن اذا تم رفض اللجوء يا صاحبي خلاص لازم تغادر الاراضي الهولندية، بمعنى انك انت لازم تسيب البلد لانك خلاص. ولكن الناس اللي معاها عائلة يا جماعة بتفضل في الكامب، حتى لو تم رفض اللجوء في هولندا الناس اللي معاها عيلة بتفضل داخل الكامب يا جماعة، ولكن ازعاج بقى بيرفوا فيك، تاخد بالك انك انت في الكامب لازم تبصم، بتروح تبصم كل اسبوع يا صاحبي. اشترك في القناة يا صاحبي ودعمني باللايك وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار الفيديوهات الجديدة، ودعمني باللايك واكتب تعليق انا هرد عليك. انا عملت انستجرام يا جماعة في الوصف الفيديو، هتلاقي لينك الانستجرام في وصف الفيديو، اللي عاوز يشترك يا مرحبا. We'll be right back.